بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا ومرحبا بكم على قناتكم شرح بسيط. والنهارده في خبر وارد من قناه ار تي عربيه عن البيتكوين، وبالتحديد من كندا. خبر من دوله كندا، وما ادراك ما كندا. كنا شرحنا في احد فيديوهاتنا على قناه شرح بسيط منصات التداول والبيتكوين، هل يتخطى البيتكوين حاجز ال 48 دولار؟ واستبعدنا في الوقت الراهن عن انه يتخطى 48 دولار لانها بتمثل له نقطه مقاومه كبيره جدا. لكن بعد ورود هذا الخبر النهارده بتاريخ 13/2/2021، اعتقد ان هذا الخبر ممكن يقلب الموازين ويتخطى البيتكوين سعر ال 50 دولار لانه اصبح مدعوم، وهنشوف الخبر ده. ولكن في البدايه بدعوك الى انك تعمل لنا لايك، ده الدعم اللي بينوبنا من اليوتيوب، لان موقع اليوتيوب لم يعد يدعم مثل هذه القنوات الهادفه، ولكن بيدعم القنوات التي تحقق مشاهدات كثيره. وانت تعلم من يحقق المشاهدات الكثيره، هما فيديوهات المقالب والفيديوهات شبيهه بالتيك توك. فرجاء اضغط لايك حتى نستمر، واعمل شير، ده دعم منك لينا. والى تفاصيل الخبر. والخبر بيقول ان اعلنت السلطات الكنديه عن موافقتها على اطلاق اول صندوق استثماري لعمله البيتكوين في العالم، اول صندوق استثماري لعمله البيتكوين في العالم. واكدت لجنه الاوراق الماليه في اونتاريو التي تشرف على بورصه تورنتو امس الجمعه انها منحت موافقه على اطلاق صندوق المؤشرات المتداوله، والذي اقترحته شركه بروبوس انفستمنتس ان انك، مما سيزيد من فرص المستثمرين للوصول الى العملة الرقمية المزدهرة. معنى الكلام ده ان العملة الرقمية المزدهرة ديت، بما ان فيه فرص للمستثمرين للوصول لها، اذا هيحصل ضخ للسوق، هيحصل ان الناس هتطلب او المستثمرين هيشتروا عملة البيتكوين، وبالتالي الطلب على عملة البيتكوين هتزيد، لان هيدخل رأس مال لشراء عملة البيتكوين، وبالتالي سعر البيتكوين سوف يرتفع. ده تفسير الخبر. وصرح متحدث باسم اللجنة لوكالة فرانس بريس بأن الصندوق سيدرج في البورصة، كمان سيدرج في البورصة اعتبارا من الأسبوع القادم، وسيطلق عليه اسم BTCC. إذا هذا الصندوق سيكون مدرج في البورصة وسيتداول من أول الأسبوع القادم. من جانبها شددت الشركة على أن صندوقها سيكون الأول في العالم الذي يستثمر مباشرة في عملة البيتكوين، والتي تستند إلى دعم مادي وليس إلى مشتقات، مما يتيح للمستثمرين الوصول بسهولة وفعالية إلى فئة الأصول الناشئة للعملات الإلكترونية من دون المخاطر المرتبطة بمحافظ رقمية. يعني معنى الكلام دوت إن الصندوق ده هيبقى بيتيح للمستثمر إنه يصل للعملات ديت من غير ما يعمل محفظة رقمية، والمحافظ تتعرض لمخاطر زي السرقة وخلافه، فيبقى في صندوق لهذه العملة ويستثمر ويتداول عليه في البورصة ويدرج أيضا في البورصة. ذكر الخبر كمان وستكون منصة جيميناي تراست، أرجو أن أنا بكون بنطق صح، جيميناي تراست للعملات الرقمية المشرف الفرعي على الصندوق الجديد الذي ستديره الشركة الكندية CIBC مليون غلوبال سيكيورتينز ميلون. اسم الشركة CIBC ميلون غلوبال او جلوبال سيكيورتيز. وقدمت العديد من الشركات الكندية والامريكية في الاسابيع الاخيرة عروضا اولية الى هيئة الاوراق المالية في اونتاريو ولجنة الاوراق المالية والبورصات في الولايات المتحدة لعمليات ادراج في البورصة. يأتي ذلك على خلفية ارتفاع غير مسبوق طبعا في سعر البيتكوين، والتي تم اطلاقه 2009، حيث تجاوز السعر في الاسبوع اللي فات دوت 45000 دولار مدفوع باعلان شركة تسلا لصناعة السيارات الكهربائية عن استثمار كبير بقيمة 1.5 مليار دولار في العملة الرقمية. هذا الخبر لو احنا فسرناه كده هنجد ان العملة الرقمية البيتكوين اصبحت تشق طريقها الى الاستثمار والى صناديق الاستثمار والى البورصات العالمية بطرق موثوقة وبطرق آمنة
وأيضا بطرق معترف بها دوليا. فعملة البيتكوين من هنا سوف يكون لها مستقبل كبير، وأعتقد أن بورصات كتيرة هتتخذ نفس الخطوة لإدراج العملات، عملة البيتكوين عملة رقمية للاستثمار وطرح صندوق استثماري، وهتدرج في كثير من البورصات. وبكده بيكون البيتكوين عزز موقفه تماما، وأصبح رغم عن أنف الجميع عملة معترف بها دوليا. أرجو أن أكون وصلت لك خبر مهم إذا كنت مهتم بالعملات الرقمية وخاصة البيتكوين. في النهاية بتمنى للجميع التوفيق والنجاح. لا تنسنا من لايك شير، وأيضا إذا عجبك فيديوهات قناتنا لا تنسانا من الاشتراك، فعل زر الإشعارات حتى يصلك كل ما نقدمه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.